رحلية بناها في صفيتلا في سبيتلا بلد العباد. قمنا بإعطاء دورة تكوينية لبعض الفتيات شابات وقائدات في مدينة سبيتلا، ثم انطلقنا إلى قفصة في نفس الإطار، عملنا دورة تكوينية في المناظرة وتقنية المناظرة لفتيات شابات قائدات من قفصة. كانت تختتم كل دورة تكوينية بمناظرات تمهيدية لهذه التظاهرة لليوم مناسبة عيد المرأة. اليوم ختامها عيد المرأة، قمنا بتنظيم هذه المناظرة النهائية ما بين فتيات سبيتلا وفتيات قفصة في محاولة منا لإيجاد حلول لمشاكل المرأة، مشاكل المرأة الشابة في تونس. مرحبا بكم، سونيا راشدي، المنسقة العامة جمعية سنة التنمية الاجتماعية والثقافية، والمشرفة على التظاهرة هذه اللي هي شعارها لكل امرأة رأي ولكل امرأة قرار. التظاهرة هذه قامت بها الجمعية احتفالا باليوم العالمي للمرأة بالتنسيق مع جمعية صوتي فرع قفصة، بما ان التظاهرة باش اكثر فعاليتها كانت في قفصة. بدينا نحضروا لها عنا اسبوعين. الاسبوع الاول قمنا بدورة تدريبية في سبيتلا، البنات من ولاية القاسرين عمرهم ما بين 18 و 30 سنة، فيهم اللي ناشطات في المجتمع المدني. قامت لجنة التحكيم المتكونة من المدربين باختيار 3 شابات اللي ترشحوا لليوم، معناها باش يعملوا المناظرة العلنية. ونفس الدورة قمنا بها في قفصة الأسبوع اللي فات، 12 فتاة زادة من ولاية قفصة، واخترنا منهم 3. اليوم باش تصير المناظرة العلنية بحضور جمعيات وكم هائل من جمعيات بقفصة اللي نشكرهم وبالحق نحييهم، على خاطر حاجة باهية برشا إذا كان نشوف المجتمع المدني اليوم يهتم بالمرأة وبقضايا المرأة ويوقفوا بجنب بعضهم الجمعيات ويحضروا لبعضهم في التظاهرات، هذه بذرة طيبة برشا.